الميليشيا الحوثية أعلنت قبل فترة بامتلاكها بعض القدرات فيما يخص الطائرات بدون طيار وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي. نعلم جميعا ما تم في خلال الأسبوع الماضي من استخدام الميليشيا الحوثية التابعة لإيران أو مدعومة من إيران في استهدام مطار أبها وكذلك استهداف أحد العيان المدنية في محاولة لعمليات انتحارية. يوم الأربعاء كان 11 إبريل تمكن الدفاع الجوي من خلال الوسائل المتاحة للتحالف بإسقاط هذه الطائرات ولم يكن هناك أي أضرار. التحالف أصدر بيان في هذا الجانب، على الحوثي أن يقرأ ما بين السطور. راح تكون المبادرة في حال استخدام هذه المنظومات ضد الأعيان المدنية أو المنشآت الصناعية والحيوية، راح يكون الرد قاسي مؤلم موجع.